وبما اننا اتكلمنا عن رودريجو وعن اللاعب اللي يقدم مستوى مميز في اول جولتين، فتعالى نتكلم عن شويه لعيبه كده ممكن تفكر فيهم اللي جاي، وشويه لعيبه انت محتاج تهرب منها خلاص. نبدا بالهروب عشان هو حاجه واحده بس اللي لازم انت تتخلص منها لو هم لسه عندك، هم لعيبه استون فيلا اولا ولاعيبه مانشستر يونايتد ثانيا. لعيبه استون فيلا لسه مستواهم بعيد قوي عن اللي احنا كنا مستنيينه، جيرارد لسه بيجرب كتير في الخطط، وتغيير الخطط الكتير ده بيعمل مشكله كبيره قوي في الفرقه، وبالتالي ملوش لازمه انه يكون عندك حد منهم، خصوصا ان ماتشاتهم الجايه كمان صعبه. الناحيه الثانيه في مانشستر فالموضوع كارثي تماما في مانشستر يونايتد، سواء في الماتش الاول او في الماتش الثاني، فلاشفورد ولا سانشو ولا حتى مارسيال لما يرجع من الاصابه ولا اللي كان جايب ديجو دالو، انت حان وقت الهروب من كل الناس دي خالص، خلص الناس دي ودور على حاجه ثانيه. هتقول لي طب انا بدل الناس دي كلها بمين؟ انا عندي ليون بيري ب 5 مليون، عندي راشفورد ب 6.5، مين ممكن اجيبه في الرينج ده؟ لو انت عندك مارتينيلي اوريدي، عندك رودريجو، او لسه مش عايز تخاطر برودريجو دلوقتي، فبالنسبه لي انت تعمل ان انت تحول الخطه ليه مدافع زياده، لو انت تلعب 3 العب 4، لو انت تلعب 4 العب ب 5. لو رحت لفئه ال 5 مليون او ال 6 مليون في الدفاع هتلاقي اسماء كتيره قوي تقدر تجيبها تديك ارقام كويسه، او على الاقل احسن من اللي بيعمله اللعيبه اللي في الرينج ده كله. فلو انت في رايي عندك مارتينيلي ورودريجو، او عندك مارتينيلي ومش عايز رودريجو دلوقتي، حلك ان انت تروح تدور على مدافع جديد تضيفه لتشكيلتك. لاعب كمان ظهر بشكل كويس وماتشاته الجايه كمان كويسه ومغريه جدا، هو ايفان توني. ايفان توني في اول مباراتين سجل جون، صنع جونين قصاد مانشستر يونايتد، ولاعب وهو الكور بتاع الفريق، اهم لاعب في الجزء الهجومي بتاع الفريق، مش لازم كل ماتش يسجل بس هتلاقيه بيصنع، هتلاقيه خطر، لو جاب جون مرشح جدا دايما لبونص عشان هو بيكون دايما متحكم في اطار اللعب، مع ضربات الجزاء كمان ماتشاته الجايه كويسه. فاعتقد ايفان توني هو اول لاعب يبقى بارز قوي في خط الهجوم بعيدا عن الفئه الناس الاسماء اللي احنا عارفينها اللي هو نونيز، خيسوس، كين، هالاند، الاسماء دي. لاعب تاني كمان وانت ما عجبكش الكلام لما انا حطيته في الدريم تيم الاسبوع اللي فات، وهو دين هندرسون. اول ماتش عامل 7 سيف قصاد نيوكاسل حتى هو داخل فيه جونين، الماتش اللي فات عامل 4 سيف قصاد ضربه جزاء وكلين شيت وثلاثة بونص والدنيا تمام معاه جدا. 4.5 مليون بيتهاجم عليه كتير جدا فبيصد عدد كويس من الكور، حتى لو ما خرجش بكلين شيت هيقدر يفيدك في نقطه السيفز دي. الامر نفسه بينطبق على نيكو ويليامز، 4 مليون وينج باك خطر جدا في الماتش بتاع ويست هام اللي فات، ما كانش لسه بنفس القوه قصاد نيوكاسل ان هو لسه كانوا برضو عندهم رهبه الدوري الانجليزي في الاول، فبالنسبه لي نيكو ويليامز اللي هو عندك خليه معاك، وفي اوقات كمان هتفكر تلعب بيه بشكل اساسي عادي جدا. فبدي انا معايا تريبيه الجوله جاي عنده سيتي، وبصيت الجوله الخامسه لقيت عنده ليفربول، اعمل فيه ايه؟ لو انت عندك نيكو ويليامز او حتى عندك باترسون او اندريس بريرا، تقدر ان انت تلعبهم في الجوله الثالثه او الجوله الخامسه على اعتبار ان هم ممكن يغطوا تريبيه ويقدروا يحاولوا يجيب نقط، اللي ممكن يطلع باسيست، اللي ممكن يجيب له حاجه، ولكن تريبيه على المدى البعيد هو لاعب مهم جدا. فلو عندك في تشكيلتك دلوقتي راجع عامل 2 كلين شيت ورا بعض، عنده السيتي في ماتش صعب، عايز تركينه وركينه، لعبه الجوله الرابعه ركينه في الخامسه، وبعد كده ماتشاته كمان كويسه جايه كتيره، فهتقدر تستفيد منه اكتر على المدى البعيد. فنصيحتي للناس اللي عندها تريبيه ما تتخلاش عنه خالص، لو انت مش واثق قدام السيتي وده منطقي طبعا بيلعبوا السيتي، حطه على الدكه.